انا ما نمدلكش يا خويا، روح شوف واحده ديفورسي ديها كيما انت يا وخلاص، هذه هي. شوف واحده ديفورسي عندها دراري وخلط دراري وتخلط انتم وربي يسهل عليكم، نعطيك بنتي 18 وانت عندك 10 دراري، والله ما تكحل عليها. سلام لكم اوفيانا وفي قناه الجزائر انوان، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من صراحه راحه. في العدد الاخير رحنا شفنا هل المواطن الجزائري يقدر يتزوج بمرأة مطلقة وعندها دراري. اليوم العكس، نشوفوا هل المرأة الجزائرية تقدر تتزوج براجل مطلق وعنده دراري. في رأيكم كيفاش راح يكون جواب المواطن الجزائري؟ ما تروحوش بعيد، تبعوا معنا. بنتي نعطيها لواحد سيليباتير باش تعيش حياتها، باش ما ترشش ولي سكلاف، فهمتني؟ دوك هو عنده دراري. بون إذا كانت المرأة تاعو ميتة ربي يشوف. إذا كان حاوز واحد حاوز يما الدراري، نعطي له بنتي كيف كيف، صاروا فيان لو ميم. أنا جو بريفير نعطيها لواحد إذا عشت معاه مليحة يعني في الراحة وفي السعادة الله يبارك، ما عشتش معاه عادي، بصح باش نعطيها لواحد عنده أربعة ولا خمس دراري، بنتي من نهارها نيكرو وإيس. نفترض أنه عنده واحد برك ولا زوج. ممكن ما عندوش كامل، كبير عليها ديجا ماري ديفورسي ما نعطيهاش، نعطيها واحد سيليباتير. بنتي سيليباتير تدي واحد سيليباتير من الآخر، هذا هو القماش. يعني يخصها هي ولا هي اللي حبت تطلق بالك ما عجبتهاش حاجه معاه ولا بوكوا با، ولا بنتي راضيه عليه وعلاه لا لا. ونقولوا انه هو وليد فاميليا وطلق على الكبر، يعني طلق في الاج دو 50 طون، بنتك تكون صغيره تعطيها له؟ صغيره سيتادجير كالاج؟ نقولوا في لي 25، في لي 20 وهو في لي 50 30 طون دو ديفيرونس شويه، باسكو تقدر تزوج به 20 هو 50 سنه. في الاول سافا تري بيان مارشي، مي ابخي هي كي تولي 40 وهو يولي 80 هنا يولي المشكل. مي سينو لو ديبي سافا تري بيان مارشي باسكو 50 سنه ماشي كبيره دو نو جوغ. سؤال حساس شويه، ممكن ايه ممكن لا. يكون فيه ضغوطات شويه، راجل مزوج ومطلق ممكن من بعد يوليو مشاكل بين الزوجة تاعو القديمة والولاد، ممكن تعود يعودوا يحيوا العواطف، يعودوا يحيوا العواطف وتزيد المشاكل تكثر، وهذه هي. هالو على لو كان لاباس بإنسان عاقل ومدين، وشنو كاين واحد برك اللي ما نعطيلوش كحلوش ما نعطيلوش. الله غالب. علاش الله غالب؟ هذه ما خسرش لا راس دي زيكسيبسيون، ولا كان تاع الصحراء تاعنا الله ما بارك، ولا تاع دوك النيجر والكاميرون لا لا يا خويا جامي بوسيبل. علاش؟ هاي داكشي نورمال، هادي باينة هادي هادي. أنا بيرسونيلمون جو سيليباتير، ما نقدر نتزوج لا مع واحد مزوج، مع واحد مزوج مطلق، وما نقدرش نمد بنتي لواحد مزوج مطلق، هادي امبوسيبل، هادي باسكو يو عاد تو يو دي بروبليم، هادي باينة. صح الغايب في حكم الله. هادي امبوسيبل، يكون ماشي يكون هادي امبوسيبل، هادي باينة. أنا جو سيليباتير نلبوها زواج وما نتزوجش. نقبل نقدر شوية. إذا كان ناس ملاح و صح ماشي كبير عليا ب 20 سنة ولا 30 سنة، يكون قديم ماما ما نقدرش. صافي دوكا الآن صح جونغ، إذا كانت عقليتنا جونغ تتوافق مع عقليتي، تتوافق مع عقليتي وفهمني وفهمني نورمال. نورمال شكرا يعطيك الصحة. كيما في القوار نورمال، لامور نا باداش. Non. Parce que si c'était l'inverse, il n'aurait pas accepté. Du coup, j'accepterais pas. Si c'était l'inverse, quand je me dis à un homme, est-ce que tu accepterais, surtout dans notre société, quand je dis, est-ce que tu accepterais de te marier avec une femme mariée, divorcée, avec des enfants, je trouve ça quelque chose grave. Du coup, maintenant, je trouve ça grave de son côté. Voilà. Là, là, parce qu'il y a des gens qui peuvent aider. Ma femme, elle a des enfants, c'est normal. Mais c'est beaucoup trop rare, c'est rare. صراخ صوف بلادنا بزاف راه. صافي انت من الاخر ما فيهاش. نو انا ندي ما فيهاش باسكو ندي واحد جوغ كيما انا جو مي سوي جامي ماريي، انت تو تي جامي ماريي فوالا سي تو. نو مع الاولى متفاهمين، تفاهمت معاه وكل شيء، علاش لا لا؟ ورا المشكل. ولو كان يكونوا عايشين معاه ولادو. ايوا علاش لا لا؟ واحد يدير الخير يربي دراري، ما كاش مشكل. ونفترض انه الراجل هذا يكون كبير ومطلق على الكبر. وبنتك تكون صغيره عندها 25 23 هكا، هو يكون في 35 40
35-40 ماهوش كبير نورمال. انا ما تقولي 60 الفوق ولا 50 الفوق، لا لا سي با داكور. وي صافي تعطيها له نورمال. سي لي جون راهم دوك سي كونتون، راهم دي جون صافي ميم سي كونتون تعطيها له. با جو سي با حتى نشوف كي يجيو بعد. فوالا ما عنديش بور لو مومون بنتي مزوجه، مي سا ديبون. اي دوكا الزوج هذا اللي راح تديه كيفاش يكون، لكن انسان تاقي ويعرف كيفاش يجيري كيما نقولوا حنا الحياه، حنا الجزائريين نهضروا هك وهك نورمال ما فيها والو يعني، هذه هي الحياه. الدين تاعنا ما يقولكش لازم تدي واحد ماشي مزوج، كيما الراجل يقدر يدي مرا مزوجه كيما هي تقدر تدي، حتى الرجال كاين اللي يدوا رجال نساء مزوجين وعندهم اولاد عادي، هذه ما فيها حتى مشكل. انا ما نظنش باللي يعني هذا من الناحيه الشرعيه، يعني ما كاش مانع شرعي، من الناحيه القانونيه ما كاش مانع قانوني، وانما يكون يعني هناك تفاهم ما بين يعني الزوج والزوجه، ويعني الاهل تاع الزوج والاهل تاع الزوجه. ما نظنش يعني يكون يعني هذا سي با ان سوجي طابو بالنسبه لي انايا. انا عادي جدا عادي جدا نمدها له، علاش ما نمدهالوش؟ إلا كان بنتي مثلا كان يقول لك حتى تلحق سارة ناش، نو نو، علاه؟ إلا كان متفاهمين بيناتهم وعنده ولاد هو راه المشكل، ياك الشرع مام هو يكون كبير وهي صغيرة وتمدها له نورمال. واش تقصد الكبر؟ إلا كان تقصد الكبر مثلا 40 سنة و 50 سنة، لا ما من الناحية المنطقية ما نظنش باللي الآخر، ولكن بالنسبة بين 10 و 15 سنة أنا نشوفوها راهي عادي. لو كان الناس راهم ديفيرونس 11 تاع 20 سنة وراهم يتزوجوا. كما شفتوا مشاهدينا الكرام كانت آراء بعض المواطنين فيما يخص الموضوع تاع نهار اليوم. أنا مابقى لي غير نقول لكم تلاقوا في مواضيع أخرى إن شاء الله. سلام.